فما دي عمالة. شكل ممكن يبقى 600 سنة على ما يجي، محمد 600 تريليون سنة. اشترى حميزو لو تيتا خلاك تفتح الصلاة كمان ولا ايه؟ سنة رابعة اخيرا يا مستر. اخيرا هنعمل ايه بس؟ انا سنة رابعة انا كمان. ازيك يا حميز؟ كيف يا حميز؟ انا سمعت السلامات يا حبيبي. سنة رابعة. الف سلام. سنة رابعة. طب خلاص تمام عرفت. مافيا كده كله تمام، لسه في ناس بتدخل بس هنستنى بس زمايلكم يا اولاد وبعدين نبدا على طول. مستر هشام أستاذ أحمد. مستر نبيل ازي حضرتك؟ حضرتك أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير، ازي حضرتك عامل إيه؟ بتشرح إيه النهاردة؟ موقع مصر وأهميتها؟ إن شاء الله. يلا ربنا يوفقك. معاك مين من الزملاء؟ من الزملاء مستر سعيد معاك؟ مستر سعيد الشفت النهارده. مستر سعيد متابعنا من البيت دلوقتي. ماشي متشكرين يا استاذ احمد، ربنا يوفقك. شكرا حبيبي، متشكر جدا. اتفضل. تعالى نبدا الدرس بتاعنا يا اولاد. في النهارده هناخد درس بعنوان موقع مصر واهميتها. في موقع مصر واهميتها عندنا هنتكلم عن مكان مصر دي فين بالنسبة للعالم. عمر سيب اللي في ايدك يا عمر. هنتكلم عن موقع مصر ده فين بالنسبة للعالم، و هنتكلم عن المكان في القارات بتاعتنا، وهنشوف الكرة الأرضية عندنا فيها ايه. تعال نبدأ الأول بموقع مصر وأهميتها. عندنا زمايلنا كلهم دخلوا. اول حاجه عندنا الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، دي خريطه العالم. في عندنا جزء تحت هنا في الخريطه هنرسمه اهو. عندنا الجزء اللي تحت ده هنشوف الاول القارات بتاعتنا ايه، ونشوف احنا جبناها هنا ازاي اصلا. احنا فاكرين في الصوره والخريطه الفرق بين الصوره والخريطه؟ قلنا ان الصوره بتاخد لقطه لجزء من سطح الارض باستخدام آلة التصوير، فانا ما اقدرش اصور الارض كلها، فبالتالي بجيب جزء بس منها. انما الخريطه زي ما احنا شايفين ممكن نجيب الكره الارضيه كلها، زي مثلا لو انا وريتكم ثواني نعمل شير. لو انا جبنا الجوجل ايرث ثواني عشان لسه بيحمل. ماشي تعالى بقى نشيره. لو شفنا الكره الارضيه اللي قدامنا دي يا اولاد ظاهره قدامنا اهي، هنلاقي عندنا ان دي الكره الارضيه كلها.
الكره الارضيه كلها عشان اجي ارسمها مش هقدر، عشان اجي اصورها مش هقدر اصورها كلها، فبالتالي بجيب جزء منها بس في الصوره. انما في الخريطه اللي احنا راسمينها بنرسمها كامله زي ما احنا شايفين في مثلا دي القارات بتاعتنا كلها اهي، فبنرسمها زي اللي احنا جايبينها في الباوربوينت ده. فبالتالي جبنا القارات كلها عندنا في شكل واحد او في رسمه واحده اللي هي قارات العالم. فده بالتالي ده الكره الارضيه. عندنا شويه حاجات في الكره الارضيه. الاول عندنا اول حاجه اسمها القاره. واحنا صغيرين كان في حاجه عندنا اسمها المدينه، ولما عرفنا شويه كبرنا شويه خدنا حاجه اسمها الدوله اكبر منها. النهارده هناخد حاجه اكبر واعم منهم وهي القاره. بنقول القاره عندنا عباره عن ايه؟ القاره هتلاقي جزء كبير جدا كده من الارض، يعني دي مساحه من الارض سواء اشاوركم عليها. المساحه الكبيره جدا من الارض دي مثلا قاره، والمنطقه دي كلها كمان قاره ثانيه، ودي قاره ثالثه. فبالتالي بنقول ان القاره دي هتلاقيها مساحه كبيره من الارض، يعني يابس موجود فيها شويه دول، يعني هتلاقي هنا دوله وهنا جنبها هنا دوله وهنا كمان دوله كده في الخريطه بتاعتنا. فبنقول تعريف القاره عباره عن مساحه واسعه من اليابس تتضمن او تحتوي على عدد من الدول، يعني هتلاقي القاره في قلبها شويه دول. في ناس رفعوا ايديها، احنا لسه ما قلناش حاجه اصلا عشان ترفعوا ايديك، ثواني وبعدين هنبقى نجيب. يبقى القاره اول حاجه خدناها النهارده هو تعريف القاره، وقلنا هي عباره عن مساحه واسعه من اليابس تتضمن او تحتوي على عدد من الدول بداخلها، يعني القاره دي حته ارض كبيره في قلبها شويه دول. ثاني، القاره مساحه واسعه من اليابس تتضمن يعني تحتوي على عدد من الدول بداخلها، يعني في قلبها شويه دول. طب احنا عندنا قارات ايه؟ تعال ناخدها في حكايه صغيره كده. كان الانسان زمان موجود او بيفكر ان في مفيش عنده غير ثلاث قارات بس، اللي هم القارات اللي قدام اللي عندنا. قارة المنطقة اللي هي دي، والقارة دي، والقارة دي. فالإنسان كان موجود في ثلاث قارات بس، فسماهم قارات العالم القديم. اللي هم مين قارات العالم القديم؟ عندنا دي اسمها آسيا، ودي أوروبا، ودي أفريقيا. تاني، عندنا قارات العالم القديم هم آسيا وأوروبا وأفريقيا. آسيا أهي واوروبا اهي، ودي اسمها افريقيا. احنا عندنا ثلاث قارات من قارات العالم القديم. عندنا كم قاره في قارات العالم القديم؟ ثلاث قارات، قاره اسيا وقاره اوروبا وقاره افريقيا. طب هم ليه اتسموا قارات العالم القديم؟ قلنا لان الانسان كان موجود فيهم زمان وكان مفكر ان مفيش اي قاره ثانيه. ثاني، عندنا ثلاث قارات في العالم القديم. القارات دول هم اسيا واوروبا وافريقيا. ولو جالك سؤال قال لك بما تفسر ليه سماها قارات العالم القديم؟ هنقول له لان الانسان سكنها وعمرها منذ القدم، يعني هو كان عايش فيها زمان، لان الانسان سكنها منذ القدم. طب تعالى نشوف في ناس مركزه معانا اصلا ولا لا. نشوف مين اللي هعرف. عايز الاول اسال عن تعريف القاره. في خمسه رفعوا ايديهم وهو لسه ما قلناش حاجه التعريف اصلا، الناس رفعت ايديها. طب تعالى نشوف مين. احمد، القاره هي ايه يا احمد؟ القاره مساحه كبيره من اليابس تضم عدد من الدول. محترم. طب مين هم قارات العالم القديم؟ اسيا اوروبا افريقيا. محترم. طب تعال نشوف غيره عشان في 15 واحد تانيين رافعين ايديهم. نشوف مين. عمر، قول لي يا عمر القارة هي ايه يا عمر؟ ايه؟ القارة هي ايه؟ تعريفها ايه؟ ثلج. القارة ايه؟ طب مين هم قارات العالم القديم؟ فاكرهم؟ اسيا افريقيا اوروبا. طيب القارة بقى عبارة عن ايه يا عمر؟ عبارة عن مساحة واسعة من اليابس، يعني حتة أرض كبيرة تضم عدد من الدول، يعني في قلبها شوية دول. ماشي يا عمر؟ ماشي. طيب تعال نشوف حد تاني، اخر حد مين؟ ادهم. ادهم، نعم. القارة هي ايه؟ القارة هي مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول. مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول. طب يا ادهم هنسيبك ونسأل حد تاني. انا شايف اسماعيل بيكتب اهو، شاطر يا اسماعيل. قول لي يا اسماعيل، القارات العالم القديم هم مين؟
اسيا افريقيا اوروبا. اسيا افريقيا اوروبا. طب تمام، لو انا شلت القارات دي اسمعين كده وقلت لك القاره اللي انا بشاور عليها دي اسمها ايه؟ اوروبا. دي اوروبا. افريقيا. استنى، افريقيا. افريقيا. طب ودي اوروبا. اوروبا. طب ودي اسيا. جاهز يا اسماعيل؟ طيب تعال نكمل يا اولاد الحاجات اللي عندنا، هنمسح بس الحاجات دي. طيب القارات عندنا، قلنا عندنا قارات عالم قديم، واللي جايه بعد كده بقى اللي هي قارات العالم الحديث او الجديد. تعال نشوف الانسان عمل ايه. هم كانوا عايشين في الثلاث قارات دول، وبعدين بداوا يعملوا حاجه اسمها كشوف جغرافيه، ان هم يدوروا على مناطق ثانيه. فلما هم بيدوروا على مناطق ثانيه خدوا سفينه وبعدين توجهوا ناحيه المنطقه دي، فاكتشفوا ان عندهم حته ارض جديده، وكمان واحده ثانيه وواحدة تالتة، وفي اللي هي الرابعة بتاعتنا اللي تحت دي. فسموا المناطق دي قارات العالم الحديث، قارات العالم. لارا رفع ايديها، احنا لسه ما قلناش حاجة. لارا هنقول وبعدين خليك تتكلمي. قارات العالم الحديث، فالحتة اللي فوق دي سموها أمريكا الشمالية، دي أمريكا الجنوبية، ودي استراليا، ودي القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا أو أنتاركتيكا، زي ما أنت عايز تكتبها، المهم تتكتب صح، او عايز تنطقها، المهم تتنطق صح. طيب تعال نشوف، يبقى احنا عندنا قارات عالم قديم وقارات عالم حديث. قارات العالم القديم اسيا اوروبا افريقيا، قارات العالم الحديث هي امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، واستراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه او انتاركتيكا. طب تعال نشوف مين اللي فاكر قارات العالم الحديث، هشاور عليهم وانت هتطلع اسميهم الاول هنا. ثواني طلع لكم الاسامي بتاعتهم. هنا قلنا اسيا اوروبا افريقيا، قارات العالم الجديد، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، واستراليا، وانتاركتيكا. تعال نشوف لارا رفع ايديها من قبل ما نتكلم اصلا. لارا اعملي ان ميوت. ايوه قولي لي يا لارا، قارات العالم الجديد هي مين؟ أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا. محترم. طبعا فاكرة بقى قارات العالم، لو قال لك تعريف قارات العالم الجديد أو الحديث هي إيه؟ قولي لي كده. قارات العالم القديم؟ لا الحديث، هي التي اكتشفها الحديث؟ الإنسان حديثا، اكتشفها الإنسان إيه؟ هي أمريكا الشمالية. أمريكا الجنوبية. أستراليا. استراليا، القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا. طب تمام، أما يجي سؤال بقى يا لارا يقول لك إيه هو أو ما المقصود به قارات العالم الجديد أو قارات العالم الحديث، هنقول له هي القارات التي اكتشفها الإنسان حديثا، هي القارات التي اكتشفها الإنسان حديثا. تمام؟ طب قولي هي لي دي. أيوه هي دي القارات القديمة. لا الحديثة، التي اكتشفها الإنسان حديثا، يبقى دي الجديدة. القارات الجديدة. تمام. طيب تعال نشوف حد تاني كده يقول لي تعريف قارات العالم الحديث أو إيه هي قارات العالم الحديث. نشوف ليلي رفع إيديها. قارات العالم الحديث يا ليلي، إيه هي قارات العالم الحديث؟ التعريف بتاعها الأول. هي القارات التي اكتشفها الإنسان وعمرها وعمرها حديثا. تمام، القارات التي اكتشفها الانسان وعمرها حديثا. شكل مين؟ شكل ايه يا ليلي؟ هي امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، وانتاركتيكا، القاره القطبيه الجنوبيه، واستراليا. طب تمام جميل. طيب تعال نشوف اللي بعد كده عندنا يا اولاد. خلاص كده في اللي بعد كده ثواني بس اقفل صوت الموبايل. في اللي بعد كده عندنا ايه؟ احنا قلنا قارات العالم الجديد خلاص خلصناها. فنمسح الحاجات دي ونخش على اللي بعده. طيب بعد كده عندنا ايه؟ تعال نشوف بقى موقع مصر. احنا كبرنا بس الخريطه شويه عشان نشوف فيها موقع مصر. كبرنا الخريطة عشان نشوف فيها موقع مصر بس يا ولاد. لما هنيجي نشوف موقع مصر عندنا هتلاقي مصر موجودة فين؟ مصر موجودة في المنطقة اللي هتظهر لنا قدامنا دي. ثواني اهي.
ده مكان مين؟ مصر. احنا مكبرينه شويه اي هو جاي على الدوله اللي جنبها بس مش مشكله. ده مكان مين؟ مصر، موجوده في شمال شرق قاره اسمها قاره افريقيا اللي احنا بنستخدمها حالا. يعني احنا لو رسمنا اتجاهات يا اولاد وعملنا مثلا اتجاه الشمال والجنوب والشرق والغرب عملناهم كده وقلنا عندنا اتجاه هنا اهو مصر موجوده في اتجاه شمال شرق قاره افريقيا، مصر موجوده في شمال شرق قاره افريقيا. شمال شرق قاره افريقيا يبقى السؤال هيجي لي بحاجتين، مصر موجوده في قاره ايه؟ او مصر موجوده في اتجاه ايه بالنسبه لقاره افريقيا؟ يبقى مصر موجوده في قاره افريقيا فين بالظبط؟ في شمال شرق قاره افريقيا، مصر موجوده في شمال شرق قاره افريقيا. طيب فالسؤال هيجي لك هنا ان المكان ده مصر، طيب المكان ده موجود في قاره ايه؟ هتقول له قاره افريقيا وخلاص شكرا على كده لو السؤال جالك في اكمل زي الامتحان اللي احنا هنعمله لكم بعد ما تخلص ان شاء الله. طيب في ناس رفعوا ايديها ثواني هنخلص بس الجزئيه دي وبعدين نرجع لكم. يبقى مصر موجوده فين؟ في شمال شرق قاره افريقيا. عندنا في مصر يا اولاد بحرين. مصر دي بنقول انها تتوسط قارات العالم القديم اولا، موقعها ده مهم جدا، المكان بتاع مصر ده مهم جدا. هنيجي نبص على الخريطه كده هتلاقيها في نص قارات العالم القديم، يعني هنا قاره اسيا وهنا قاره اوروبا وهنا قاره افريقيا، فهي موجوده في النص بالنسبه لقارات العالم القديم. فممكن يجي لك سؤال في الجزئيه دي يقول لك ايه؟ بما تفسر اهميه موقع مصر، ليه موقع مصر ده مهم؟ هتقول له لانها تتوسط قارات العالم القديم، لانها تتوسط قارات العالم القديم. يبقى مصر مكانها مهم ليه؟ اللي هي بما تفسر هتقول له لانها تتوسط قارات العالم القديم اللي هم اسيا واوروبا وافريقيا. طيب خد بالك عشان يجي لك سؤال بقى ما النتائج هنقوله بعدين. تعالى ناخد الاول الاسئله على الجزئيه دي وبعدين نشوف الباقي. لو قلت لك بما تفسر اهميه موقع مصر، عارف ارفع ايده كده، بما تفسر اهميه موقع مصر. في ناس كتير رفع ايديها، تعالى نجيب. هو انا عملت ان ميوت لناس كتير فاللي يخش يقول لي اسمه ايه. ده مين اول واحد؟ ده مين؟ مين؟ انا ياسين. ياسين بما تفسر سواء هنكلم ياسين الاول وبعدين نشوف اللي بعده. ياسين ايه هي اهميه بما تفسر اهميه موقع مصر يا ياسين؟ أهمية موقع مصر لأنها تتوسط ثلاث دول، قارات العالم القديمة. تمام، اللي هما مين؟ آسيا وأفريقيا وأوروبا. محترم يا ياسين. طب تعالى نشوف مين التاني كده اللي رد علينا. لسه مين معانا؟ مين في حد لسه معانا؟ أنا. مين؟ آسر. قول بما تفسر أهمية موقع مصر. لأنها توجد في وسط التلات قارات. تمام، اللي هما مين التلات قارات؟ آسيا وأوروبا وأفريقيا. محترم، جميل جدا. طب تعالى نشوف الجزئية اللي بعد كده يا أولاد. عندنا يبقى مصر موجودة في نص قارات العالم القديم آسيا وأوروبا وأفريقيا، وكمان عندنا بحرين موجودين عند مصر، دول من أهم بحار العالم. إن مصر دي بتظل على أهم بحرين في العالم اللي هو البحر الاحمر اللي احنا شايفينه ده والبحر المتوسط اللي فوق ده. تعالى نجيبهم كده على العرض. هذا البحر المتوسط اللي هو مشاور عليه هنا ده والبحر الاحمر اللي هو مشاور عليه هنا ده. يبقى طب احنا مصغرينهم هنكبرهم لكم الوقت، يعني اعملهم بس باللون الازرق. اهو يبقى ده البحر الاحمر وده البحر المتوسط، ده البحر الاحمر وده البحر مين؟ المتوسط. تعال نغير بقى الخريطه دي كده، نمسح الحاجات دي ونغير الخريطه بتاعتنا، نجيب خريطه مصر. احنا هنجيب الجزئيه يا اولاد اللي قدامنا، هنجيب الجزئيه يا اولاد اللي قدامنا ده بس هنكبرها. تمام، نجيب لكم الخريطه دي بس هكبرها اللي احنا خدناها قبل كده في الدرس اللي قبل اللي هو مقياس الرسم. تعال نكبرها كده عندنا اهي. مصر كلها موجودة عندنا، احنا كبرنا الجزئية بتاعتها، كبرناها أكبر من اللي كانت موجودة شوية. فده عندنا هيبقى البحر الأحمر، و
واللي فوق ده البحر المتوسط. يبقى البحر الاحمر موجود بقى، هسال بقى قبل ما نشرح اهو انتوا اللي هتجاوبوا عليه، لو احنا عملنا الاتجاهات، لو عملنا الاتجاهات كده وقلنا البحر الاحمر، لسه ما سالتش وفي 33 واحد رفعوا ايديهم، البحر الاحمر موجود في شمال مصر ولا شرق مصر ولا جنوب مصر ولا في غرب مصر؟ شرق شمال مصر ولا شرق مصر ولا غرب مصر ولا جنوب مصر؟ اللي عارف كده يرفع ايده نشوف. عبد الله تقريبا لسه ما عملش، نشوف حد تاني. شمال شرق. لا استنى، البحر الاحمر انت شايف الاتجاهات اللي عندنا دي؟ غرب شمال. لا اهدى بس معايا كده واحده واحده عشان نجيبها. طيب تعالى الاول، ده اتجاه ايه اللي فوق ده؟ اللي انا بشاور عليه ده شمال. طب وده؟ جنوب. ده جنوب ازاي؟ ده الشرق. قصدي ده غرب. ده الشرق. ده اتجاه الشرق، ايدك اليمين، ايدك اليمين يبقى الشرق. اه. تمام؟ اللي عكسه بقى اللي هو ايدك الشمال يبقى الغرب. ماشي يا عبد الله؟ ماشي. طب واللي تحت ده يبقى الجنوب، ثواني بقى، احنا قلنا ان ده ايه؟ ده الشمال. لا، الشرق. ده ايه يا عبد الله؟ الشرق. الشرق. طيب يبقى البحر الاحمر موجود فين بالنسبه لمصر؟ الشرق. الشرق تمام كده. يبقى ما يجي يقول لك البحر الاحمر يوجد في اتجاه نقط بالنسبه لمصر هتقول له اتجاه ايه؟ الشرق. الشرق. ممتاز يا عبد الله. تعال نشوف حد تاني كده. الناس اللي رفع ايديها آسر. طيب آسر بقى، ها انت معانا ولا ايه؟ اه. طيب انا عايز بقى اسالك يا آسر، البحر المتوسط موجود فين بالنسبه لمصر؟ شمال. ممتاز. يبقى البحر الاحمر؟ البحر الاحمر شرق. شرق. يبقى البحر الاحمر في الشرق والبحر المتوسط في الشمال. فلما يجي لك سؤال يا ياسر يقول لك توجد او تطل مصر على بحرين من اهم بحار العالم، البحر الاحمر في جهه الشرق. ممتاز. والبحر المتوسط في جهه الشمال. محترم، شكرا. طيب تعال نشوف بقى اللي بعده عندنا ايه. عندنا كمان بعد، ثواني نمسح الحاجات دي الاول. بعد اللي احنا هنتكلم عليه هنا دلوقتي هنروح للنتائج المترتبه على اهميه موقع مصر. النتائج المترتبه على اهميه موقع مصر. تعال نرجع للفرزه تاني. احنا قلنا يا اولاد، نسيب كده نشيل العرض ده. ايه اللي ترتب على اهميه موقع مصر؟ احنا قلنا بما تفسر، لو قال لك سؤال بما تفسر اهميه موقع مصر تقول له انها تتواصل قارات العالم القديم، اسيا واوروبا وافريقيا. طيب وكمان تطل على بحرين من اهم بحار العالم. تطل على بحرين من اهم بحار العالم، وعندنا كمان قناه السويس اللي هي بتوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط. قناه السويس بتوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط. فقناه السويس دي زودت اهميه موقع مصر كتير جدا، لان هي بيعدي منها سفن محملة بالبضائع، فبالتالي بتزود التجارة والاقتصاد بتاع مصر. واحنا كمان عملنا قناة السويس الجديدة، فالمفروض الاقتصاد بيزيد أكتر. طيب يبقى عندنا شوية حاجات مهمة جدا في موقع مصر، زي إن هي تتواصل قارات العالم القديم، وتطل على بحرين من أهم بحار العالم، وكمان زادت أهميتها لما حفروا قناة السويس. فلما يجي لك سؤال يقول لك زادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة نقط، تقول له بعد حفر قناة السويس. طب اهميه قناه السويس ايه؟ بتوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط، وبيعدي فيها سفن كتيره جدا، ولو في وقت هجيب لكم خريطه للقناه وفيها سفن ماشيه فيها. طيب يبقى السؤال عندك بما تفسر اهميه موقع مصر، ممكن تقول له الثلاثه دول، ممكن تقول له تتوصل قارات العالم القديم، ماشي هنعديها، بس الافضل تذاكر الثلاثه. طيب لو قال لك بقى هسال سؤال اللي عارف يرفع ايده، اهميه قناه السويس، أهمية قناة السويس بتربط مين بمين؟ في عمر على طول رفع ايده. فين؟ راح فين؟ أنت اختفيت من قدامي يا عمر. محمد اختفى برضه. تعال نشوف ده مين؟ في يوسف
رفع ايده اهو، محمد جه اهو. اللي يخش يا اولاد يقول اسمه عشان انا فتحت الناس كتير. مين؟ تربط بين البحر المتوسط والبحر الاحمر. يبقى قناة السويس بتربط بين البحر المتوسط والبحر ايه؟ الاحمر. ممتاز. طيب لو قلت لك بقى بما تفسر أهمية موقع مصر، ليه موقع مصر ده مهم؟ هتقول لي ايه؟ توسط بين قارات العالم، آسيا، أفريقيا، أوروبا، وجود قناة السويس. طب تمام، تعالى نشوف فيديو كده من اللي معايا تاني، صوت حد واخد معانا اهو. مين اللي معانا؟ طب خلاص هنقفل عليهم كلهم ونفتح للناس تاني. تعالى نشوف محمد. طب يا محمد. محمد. محمد ما بيتكلمش. ايه قول لي يا محمد بما تفسر اهميه موقع مصر، ليه موقع مصر ده مهم؟ لان بعد حفر قناه السويس زادت اهميتها وطمع الدول في السيطره عليها. طمع الدول في السيطره عليها. جميل. محمد جاب لنا حته اللي هي في النتائج اللي احنا لسه هنقولها كمان شويه. طيب لو المفروض تزود عليهم كمان يا محمد تتوسط قارات العالم القديم، ماشي؟ طيب تعال نشوف اللي بعد كده عندنا ايه. لو قال لك بقى ما النتائج المترتبه على اهميه موقع مصر، ما النتائج المترتبه على اهميه موقع مصر. انا موقع مصر ده كان مهم جدا، فبالتالي انت مثلا لو انت عندك قلم او حاجه مهمه موجوده معاك فالناس كلها عايزه تاخدها منك، الناس كلها عايزه تاخدها منك، فبالتالي بنقول لو مصر تبقى مصر ده موقعها مهم جدا فالناس كلها طمعانه انها تسيطر على مصر او تاخدها، زي ما انت هتاخد بعد كده ان شاء الله في سنين دراستك الناس اللي جم احتلوا مصر واحنا قدرنا نطردهم بره مصر تاني بعد ما احتلونا. طيب يبقى لما يجي لك سؤال يقول لك ما النتائج المترتبه على اهميه موقع مصر، هتقول له طمع او زياده الاطماع الاستعماريه في مصر او طمع الدول في مصر. يبقى النتائج مترتبه على اهميه موقع مصر طمع الدول الاستعماريه في مصر، طمع الدول الاستعماريه في مصر. طب تعالى بقى قبل ما نخلص ما عادش معانا غير خمس دقائق، الناس اللي عندها مشكله في حاجه بس لو في حد مش فاهم حاجه يقول لي. نجيب مين؟ في 30 واحد اهو ما شاء الله عليكم. نشوف مين 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 مين. محمد. لوجي. اللي يخش على طول يقول يا اولاد عشان نلحق نخلص. مستر انا اسمي محمد خاطر. قول يا محمد عندك مشكله في ايه يا محمد؟ مشاكل؟ لا ما عنديش مشكله يا مستر. طب يعني انت تمام يا محمد؟ انا فكرتك رافع ايدك عشان في عندك مشكله ولا حاجه. لا 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 ده كنت عايزه كده. طب تمام تعال نشوف حد تاني كده، في حد عنده مشكله او مش فاهم حاجه في الدرس؟ او في حد عايزنا نعيد له حاجه؟ لا. مين اللي دخل معانا؟ مصطفى. لا. مين طيب؟ قول لي مين وبعدين قول لا. انا عمر. طب يا عمر مفيش مشكله. بس انا اسمي عمر. هو انا فتحت الناس كتير عشان كده بسال، لان اللي بيرد بقى بيخش مجموعه مع بعض عشان كده بسال اسم مين. طيب طب خلاص كده هنبعت لكم خلاص الامتحان بتاعنا اول ما ننهي هنا ان شاء الله الناس تخش تجاوبوا بسرعه. تمام ماشي يا اولاد. ماشي ماشي يلا مع السلامه. مع السلامه يا مصطفى. سلام.